السلام عليكم احبتي مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، حييكم من جديد من أرضية ملعب الإنجازات والبطولات المميزة بإدارة الكابتن حسام حاتم الشريفي في نهائي جديد، نهائي بطولة كأس العالم الشبابية التي يلتقي طرفيها فريق الملوك يواجه فريق الأصدقاء. نعم كابتن حسام، تكلمنا عن هذه القمة الكروية الجديدة في ختام بطولة كأس العالم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضورك أنت كابتن أبو عبوسي وأنت عبوسي. اليوم مثل ما تعرف بطولة كأس العالم للشباب هي بطولة كانت عصرية، 12 فريق اليوم صعدوا، اثنيناتهم من الخنساء الملوك والاصدقاء، اثنيناتهم من منطقه واحده، نتمنى لهم موفقيه للفريقين. طبعا اكيد خلينا نتكلم عن البطولات الشبابيه، دائما ما نشوف نشاهدها على ارضيه ملعب الخنساء الرياضي تكون يعني امسيات جميله. نعم هذه البطوله تتكون من كم فريق، وايضا عن بطولات الخط الاول في قادم الايام. احنا دائما البطولات الشبابيه احنا نسويها 8 فرق ل 12 فريق، لان نعطي فرصه لهم فرق شبابيه وجاي يضغطون علينا، دائما يصير بها تزوير هم خاصة الشبابية المواليد. واليوم الفريقين هم صعدوا بإنجاز الأصدقاء والملوك، نتمنى لهم الموفقية. اليوم بطولات خط الأول، حسام حاتم معروف بالبطولات خط الأول، كل 10 أيام 12 يوم يجهز نهائي، والحمد لله والشكر توفيق من رب العالمين. أكيد وأنا أكد كلامك، جاي نتواجد يعني على الأقل يعني بال 30 يوم أو شهر ممكن نقدر نقول 5 بطولات إلى 6 بطولات، وهذه رسالة إلى جميع إدارات الملاعب أن يحظوا حظ الكابتن حسام حاتم من ناحية التنظيم المميز. أيضا كلمة ختام إذا عندك شيء يضيفه. في دول قلبك، أشكرك أبو عبوس على حضورك بملاعبنا هنا بكل نهائيات، أنت تنورنا أبو عبوسي. مستعدين ومستمرين. نعم حبيت المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي الكابتن إبراهيم بدر كابتن فريق الأصدقاء، والكابتن برزان حسن كابتن فريق الملوك في نهاية بطولة كأس العالم الشبابية التي نظمها الكابتن حسام حاتم. إبراهيم نعم كابتن، تكلمنا عن هذه البطولة وأيضا استعداداتكم لمواجهة فريق الملوك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر الإعلامي نهاد السفاح وعباس، ونشكر التنظيم المميز حسام حاتم، فريق الأصدقاء فريق مميز، وكذلك فريق الملوك فريقين يعني فريق شبابيين يمثلون منطقة الخنساء، وماكو فرق إن شاء الله اللي ياخذ البطولة هو للخنساء، إن شاء الله توفيق للفريقين. إن شاء الله مستعدين اليوم؟ أكيد هو الفريق صعدنا أكيد مستعد، وإن شاء الله توفيق للفريقين. أيضا نشوف التك وصديقك المميز ما موجود اليوم الكابتن عقيل الجراني. والله عنده دور اليوم ملعبنا وما أقدر يحضر. إن شاء الله. أيضا كابتن برزان، سمعت الكابتن إبراهيم بدر تكلمنا عن استعداداتكم فريقكم اليوم. والله كابتن اول شيء نشكرك، تحيه لك ولقناتك الموقره، تحيه لجمهورنا الحاضر اليوم، شكرا للكابتن حسام على التنظيم المميز. طبعا اليوم مباراه يعني اخويه فريق الاصدقاء واحنا فريق الملوك، يعني مباراه تحمل كل معنى الاخوه، اليوم ان شاء الله راح نقدم فيها شيء يعني صوره تليق بمنطقتنا ان شاء الله. كابتن ناخذ يعني رايك بعيدا عن المجامله، دائما ما نشاهدك ونشاهد فريقك يشترك بإدارة ملعب الكابتن حسام حاتم، أريد أخذ رأيك من ناحية التنظيم وإدارة ملعب الكابتن حسام حاتم. والله يعني احنا شاركنا أول شيء ملعب الكابتن حسام، يعني أول شيء احترام الكبير من كابتن حسام لعد فريقنا، تحكيم يعني ما انظلم، يعني كثير من الملاعب يعني بدون تكلمنا عن البطولات، يعني البطولات دائما متتالية. نعم بطولات متتالية، بطولات ناجحة يتميز بها الكابتن حسام حاتم. شكرا جزيلا، أتمنى لكم كل التوفيق.